أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا، مؤكدة أنها ستقوم بالترتيبات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة لأجل حل سياسي للأزمة اليمنية. وأوضحت ميركل في ختام زيارتها للرياض وأبوظبي أنها ناقشت النزاع اليمني مع الجانب السعودي بصورة مكثفة، مؤكدة أن ألمانيا عرضت دعم الأمم المتحدة بإمكانياتها الدبلوماسية الخاصة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: طبيعة الدور الألماني المرتقب في الأزمة اليمنية وفرص الحل السياسي في هذه اللحظة. إذن دور ألماني مرتقب في الأزمة اليمنية من بوابة الحل السياسي الممتنع منذ قرابة عامين والمتوقف عند خطة ولد الشيخ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما طبيعة الدور الألماني؟ يرى كثير من المراقبين أن ألمانيا كانت أقرب للإنقلابيين وكانت ملجأ لبعض قيادات ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية ومنصة لإطلاق تحركاتهم في أوروبا، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول محركات التصريحات الألمانية الأخيرة. يأتي هذا التطور في حين لا تزال المواجهات الدبلوماسية السابقة لمعركة الحديدة مشتعلة وتتصاعد بشكل يومي، وهو ما يضع الأزمة اليمنية مجددا على مفترق طرق ويخرجها من حالة جمود مستمرة منذ أشهر. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة، نبدأ أولا نذهب لمتابعة هذا التقرير. في إطار تحضيراتها لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في يوليو المقبل بألمانيا، قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة دول الخليج لمناقشة موضوعات عدة في مقدمتها الوضع السياسي في اليمن. وصلت ميركل مطلع هذا الشهر إلى الإمارات بعد زيارة إلى السعودية في 30 من إبريل الماضي. ووفق مصادر دبلوماسية فإن ميركل عرضت استعداد ألمانيا للمساهمة في إحداث حراك في الجمود الذي يشل مشهد السياسة في اليمن. عرضت برلين مساعدة دبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في اليمن، تتضمن مقترحات سياسية للأزمة اليمنية نالت موافقة الرياض بحسب تصريحات ميركل في ختام جولتها الخليجية. تؤيد وجهة النظر الألمانية الاتجاه الدولي الرافض للحل العسكري للأزمة اليمنية، ولذا تدعو برلين بحسب تصريحاتها إلى العودة المباشرة للمفاوضات السياسية بين ما تسميه أطراف الصراع في اليمن. تبدو برلين واثقة من قبول اقتراحاتها السياسية بشأن اليمن، فقد أكدت أنها سوف تقوم بعرض ما أسمت إمكاناتها الدبلوماسية الخاصة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. تعتمد برلين لإنجاح رؤيتها السياسية على علاقتها الدبلوماسية الواسعة، حيث تربطها بحسب مراقبين علاقات إيجابية بكل أطراف الحرب في اليمن. لم تفصح المستشارة الألمانية عن نوع وسائلها الدبلوماسية للحل السلمي، لكن مصادر مطلعة أكدت أن نجاح التحرك الألماني مرتبط بالتنسيق مع واشنطن، ويعتمد في الوقت ذاته على مدى التأثير الألماني على تحالف الانقلاب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من الرياض مع رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب. مرحبا بك بداية دكتور نجيب، ونبدأ من ما قالته المستشارة الألمانية أنها تحظى بدعم من الرياض لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. ما موقف الحكومة من هذه التحركات؟ أولا فيما يخص التحالف العربي، رؤيتها واضحة هو أن الحل السياسي هو الخيار الأول، لكن هذا الخيار ما لم تقبله أطراف الانقلاب، ويعني مخططهم واضح هو إنتاج الانقلاب من خلال العملية السياسية. أطروحاتهم رافضة للمرجعيات، غير قادرين أن يتعاملوا بإيجابية مع كل الأطروحات سواء من قبل الأمم المتحدة أو المنظومة الدولية أو حتى من دول التحالف. والحكومة الشرعية رؤيتها واضحة هو الالتزام بهذه المرجعيات باعتبارها الطريق الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، لكن هذه المرجعيات كما جميعنا متابعين رافضين لهذه المرجعيات، ويريدوا أن يؤسسوا يعني لحالة من الحلول السياسية التي
تمكنهم يعني من إعادة إنتاج انقلابهم بشكل أو بآخر، وما يؤدي إلى إضعاف الشرعية وربما إنهائها. التدخل الألماني اليوم وكما هو عادة ألمانيا، ألمانيا خلال الحروب الستة تعتبر هي كانت من أهم الدول ربما التي ساعدت هذه الميليشيات حتى وصلت إلى الانقلاب، وكانت الخلية الألمانية من أقوى الخلايا ربما التي كان لها تأثير كبير في مسألة دعم الميليشيات وفي يعني وعملية تسويق مشروعهم في ألمانيا وأوروبا. وما زالت هذه الخلية الموجودة في ألمانيا هي قوية ومؤثرة، ناهيك عن العلاقات الاستثنائية التي تربط بين ألمانيا وإيران. ألمانيا هي كانت تتصور أنها بإمكانها أن تجد لها موطئ نفوذ قوي من خلال الحركة الحوثية وإيران من خلال السيطرة على اليمن، وهذا الموضوع يعني هذا الموضوع الحساس لا يتم نعم دكتور نجيب، أغلب الأنشطة الألمانية نعم، ولكن دكتور نجيب هذه التحركات تأتي بمباركة خليجية وأيضا بموافقة مبدئية من الحكومة اليمنية. هو نعم، لن يعني أي عمل باتجاه الوصول إلى حل سياسي هذا هو المطلوب بالنسبة لدول التحالف، لكن بالأخير ألمانيا ماذا لديها أن تقدم وما هي الضغوط التي تملكها على أطراف الانقلاب؟ هنا نسأل يعني هل الإيرانيين والحوثيين اليوم بيدفعوا باتجاه التدخل الألماني لمحاولة يعني بعد أن وصلت كل الأطراف الدولية؟ نعم، وهذا السؤال دكتور، إن كانت كما تقول أنت هي قريبة من الحوثيين وكانت لها علاقات سابقة حتى من قبل الانقلاب كما ذكرت منذ الحروب الستة السابقة، هل نستطيع القول أن ستكون الضغوط أو التدخلات الألمانية بصالح إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات التي تحدثت عنها أم خلاف ذلك؟ نحن سنتفائل، لكن أنا يبدو لي أن دول الخليج أيضا مصالحها مع ألمانيا كبيرة وقوية وهي تتراكم يوميا، وبالتالي تدخل ألمانيا لا بد أن يتم التعامل معه بشكل إيجابي. لكن أنا وجهة نظري أن ألمانيا يبدو لي أن رؤيتها للصراع داخل اليمن غير واضح، وهي متأثرة كثيرا أما بأطراف الانقلاب وبالذات بالحركة الحوثية، رغم أنها تتخذ مواقف كان لها مواقف عدائية للنظام السابق وبالذات يعني كان عندها مواقف أحيانا سلبية بسبب الحروب الستة السابقة ضد عائلة صالح، لكن اليوم أنا أعتقد أنه ألمانيا أيضا متأثرة ببعض الأطروحات التي تطرحها بعض القوى اليمنية المحايدة فيما يخص مسألة السلام. نعم، إذن دكتور نجيب على بحسب ما تسرده دكتور نجيب، هل يمكننا القول أن دخول ألمانيا على خط الأزمة اليمنية يمكن أن يكون لصالح الميليشيا وحليفة إيران في اليمن؟ أنا أعتقد أنها تدفع بهذا الاتجاه، هي محاولة، خلينا نكون صريحين في هذه المسألة، بسبب يعني الرؤية الألمانية لطبيعة الصراع في اليمن هي تدفع باتجاهات ربما لمحاولة إنجاز يعني الحركة الحوثية، وهذا مستغرب أنه ألمانيا التي عانت من النازية اليوم أن تدفع باتجاه محاولة إنجاز حركة عنصرية وهي أشبه بالحركة النازية، وبالتالي يعني لو قارنا بين النازية وقارنا بين الحركة الحوثية سنجد كثير من اللقاء فكرة عنصرية تستخدم العنف بشكل مكثف وتستعلي بشكل كامل على الشعب لنفس العنصرية النازية التي استخدمت العنصرية والعنف بشكل مكثف واكتسحت أوروبا، والحوثية مشروعها عنصري، هي تحاول أن تؤسس العنصرية داخل بنية الإسلام وتقول أن أهدافها الكبرى هي تحرير الجزيرة العربية والعالم، وهي نفس النزعة النازية. اليوم نطرح سؤال، كيف لألمانيا أن تتدخل وتتعامل مع هذه الحركة العنصرية؟ نعم، إذا ما قارن هذا التحرك الألماني بدعوة المبعوث الأممي للتحضير لجولة جديدة من مشاورات الحل في اليمن، هل لهذا التحرك أي علاقة بهذه الدعوة؟
يعني التحركات هي تحركات اليوم، التحركات الألمانية هي تأتي أيضا في سياق التحركات الدولية المختلفة، لكن كيف يعني ما هي الأطروحات الألمانية فيما يخص مسألة الحل السياسي؟ هل هي يعني تتحدث عن المرجعيات، تتحدث عن الرؤية المتوافق عليها داخل لدى الأمم المتحدة ولدى المنظومة الدولية ودول التحالف والشرعية، أم لديها أطروحات أخرى متحيزة ستقود إلى إعادة إنتاج هذه الحركة العنصرية وميليشيات، أو هذا لن يقود إلى سلام دائم؟ الأهم من ذلك أنه ألمانيا حتى لو راهنت باتجاه محاولة إنجاز الحركة الحوثية أو إنجاز الإنقلاب كمحاولة للبحث أو عن نفوذ الماء في اليمن، أنا أعتقد أنها نوع من يعني نوع من المغامرة، وقراءتها للملف اليمني ليست واضحة. سيد دكتور نجيب، إذا ما تحدثنا عن منظمات التي تعمل وهي محيطة بالمبعوث الأممي للترويج لحل سياسي في اليمن، والآن دخلت بشكل رسمي عن طريق ألمانيا وبعض الدول، هل يمكن القول أن تقديرات ألمانيا للوضع في اليمن تشير إلى أن ظروف الحل السياسي قد نضجت، أم أنها ما زالت تدور في نفس الدائرة؟ لا يوجد مؤشرات واضحة، لكن كما ذكرتي أنه الاتجاهات الغير رسمية التي ألمانيا دعمتها في الفترات السابقة أصبحت الآن عبارة عن تحرك رسمي واضح، وهذه الاتجاهات كما نعرف أنه كثير من أطراف الشرعية لديه شكوك بهذه التحركات، لكن بالأخير أنا أعتقد هذه الزيارة الأهم هي زيارة لها علاقة في يعني في الصميم فيما يخص العلاقات التجارية بين دول الخليج ودول وألمانيا. جزء من هذا الملف هو الملف اليمني. نعم. وبالتالي هذا يعني تدخل ألمانيا هو بالأخير أنا حسب وجهة نظري سيكون أقرب إلى رؤية التحالف، لكن لم تتضح الصورة ولدينا شكوك. هذه الشكوك التي نطرحها بسبب تاريخ العلاقة الحركة الحوثية مع ألمانيا، وأيضا بسبب مراهنة ألمانيا بشكل مكثف على دور إيراني كبير ليس فقط يعني داخل المنطقة العربية. نعم وضحت الفكرة دكتور نجيب، شكرا لك. عبر التناقضات، لكن بالأخير لن يحدد مسارات الحل السياسي إلا المرجعيات الثلاث، بدون ذلك أنا أعتقد أي شيء سيقود إلى الفشل، وستستمر العمليات العسكرية حتى نستعيد دولتنا. نعم وضحت الفكرة دكتور نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدنا الكرام ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان، مرحبا بك سيد محمد. لواء محمد، كان معي الدكتور نجيب وتحدث أو تساءل كما يتساءل بعض المراقبون حول التحركات الألمانية الأخيرة عن الأطروحات الألمانية، هل هذه الأطروحات والدعوة لإيجاد حل سياسي وفق المرجعيات المتفق عليها أم خلاف ذلك؟ لأن الكثير يرى أن لو كانت خارج إطار المرجعيات ستنتهي إلى الفشل كما كان في الحالة السابقة. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وأحيي الزميل الصديق الدكتور غلاب. هو منطقية سؤالك في كثير من المنطقية أنه الألمان هل هم داخلين بموافق أو بما يتوافق مع 2216؟ هذا شيء جميل، ولكن خليني أقتبس من كلام ما ذكر زميلي الدكتور نجيب أنه العلاقات اليمنية العربية يعني ترى تمتاز تاريخيا بعلاقات جيدة. وبالأمس كنت أشاهد بعض التصريح من من هم في القطاع الاقتصادي الألماني وتحدثوا عن هذه النقطة، وذكروا بأن اليمن تشابه ألمانيا في أن اليمن كانت دولتين منفصلة وأصبحت دولة واحدة، كذلك ألمانيا حضرتك تذكرين في التسعينات عندما اتحدت وأصبحت دولة واحدة. فوجهة نظرهم لليمن كدولة مطلة على البحار ومطلة على أو مواقعها الاستراتيجية ذات أهمية، والتواجد الألماني في المنطقة الاقتصادي مع دول مجلس التعاون يحتم على الاستقرار أمن المنطقة. نعم. لذلك أنت لما تشوفين الصفقات التي تم عقدها أو مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع
السيدة ميركل في تواجد خادم الحرمين الشريفين، كان هنالك تزويد أو تدريب الجيش السعودي لعمليات عسكرية سواء مكافحة الإرهاب أو إلى آخره. لذلك الألمان أنفسهم يزعمون ويتمنون استقرار المنطقة. الجيد في الموضوع إنه الحكومة الألمانية تعي وتفهم ماذا معنى الانقلاب، ماذا تعني الجماعة الانقلابية الحوثية بأنها انقلبت على الزعامة وعلى الشرعية. هم لا يعتقدون كما يعتقد بعض الغرب، يعني بعض الغرب يرى إنه هذه حركة ثورة لذلك هي شيء طبيعي. لا، الألمان أنا أعتقد إنهم في صف بأن تعود الشرعية والحكومة اليمنية والشعب اليمني يعود إلى سابق وضع. هذا مؤشر طيب فيما يخص العمل المستقبلي. يعني إحنا الآن فقط يعني خلينا نخرج عن الموضوع لما يقرق في الموضوع الانتخابات الفرنسية، لأن اثنين الدولتين هاتين يعني هم اللاعبين الرئيسيين في أوروبا. نعم، ولكن عفوا على المقاطعة لواء محمد، هنالك يعني لا يخفى على أحد أن هنالك علاقات ألمانية داعمة أو بعض الدعم التي تتلقاه بعض المنظمات التي وهي قريبة من الانقلابيين وأيضا تتحدث باسمهم بصراحة في المحافل الدولية. شوفي، موضوع الدعم لسواء العمليات الإنسانية أو حتى للدعم باستمرار ما يساعد الشعب اليمني للخروج من محنته، الألمان جيدين في الأمر ذا يعني على المستوى العالمي ليس فقط، لكن نحن نتحدث على الموقف الحكومي. موقف الحكومي السيدة ميركل وإدارتها أو حكومتها، أنا أرى أنه من خلال السنتين والعامين الذي انفرما يرون لابد من إنهاء النزاع، ولكن مع تواجد الشرعية ومقررات 2216. صحيح هنالك يعني لديهم كثير من الديمقراطية وكثير من الحرية، يعني بعض البرلمان الألماني يرفض وبشدة تزويد المملكة العربية السعودية بمعدات وأسلحة، ولكن ما تم أخيرا من قبل يعني ما فخامة رئيسة الوزراء أنه تم توقيع وإقرار تدريب الجيش السعودي في ألمانيا. لذلك الحكومة هي متجهة مع التوجه العالمي لعودة الشرعية، وهذا أنا ما أعتقد ما يريحني. يعني خلال اليومين الماضي عندما يعني كنت أراقب الأحداث بأنه الألمان أنفسهم يريدون استقرار أمن المنطقة، يريدون دعم الشرعية، وزي ما ذكرت لحضرتك أنه لهم اقتصاد كبير في المنطقة وخاصة مع الإمارات والمملكة. وأنت لو لاحظتي أنه يعني مع يعني صحيح كافة دول التحالف تقوم بعملها على أكمل وجه، ولكن كان هنالك تركيز في زيارة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة. نعم، يعني يعتبرون اللاعبين الرئيسيين في العمليات، ولكن أيضا لهم دور اقتصادي كبير. على فكرة الإمارات العمليات التبادلية والتجارية مع الألمان أكثر، لذلك الألمان سوف يدعمون الشرعية وسوف يدعمون الاستقرار في المنطقة وفي اليمن إن شاء الله. نعم، لواء محمد تفضل بالبقاء معي، اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله، لعلك استمعت لحديث اللواء محمد القويبان الذي يستبشر بالتدخل الألماني ودعوته لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، على خلاف ضيفي من الرياض الدكتور نجيب غلاب الذي لم يستبشر كثير بهذا التدخل نتيجة لطبيعة العلاقات الألمانية حتى لو لم تكن مباشرة مع بعض الأطراف في داخل الانقلاب. ما هو مع من تتفق منهما وما هي دلالات هذا التوجه الألماني الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالأخوين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. أولا، هذا الموقف الألماني الداعي إلى دعم الحل السياسي في اليمن هو ليس موقفا جديدا، فقد سبق لألمانيا قبل سنتين بالضبط في أبريل من عام 2015 وأن دعت إلى حل سياسي، وهي باستمرار تطلق مثل هذه التصريحات ويعني تؤكد هذه المواقف أنها مع الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة. لكن حتى نفهم الموقف الألماني يجب أن نضع الأمور في سياقها الاستراتيجي. ألمانيا تتحرك كدولة، ألمانيا اليوم يعني تواجه جملة من التحديات في القارة الأوروبية،
هناك النزعة الشعبوية التي ربما تهدد، وإن كان بدرجة ليست حادة، تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي. هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ألمانيا أيضا اليوم تواجه علاقة ليست ربما للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تشهد العلاقة الألمانية الأمريكية هذا المستوى من التوتر وهذا المستوى من الاضطراب. هذا كله يفضي إلى أن تقوم ألمانيا بالبحث عن شركاء اقتصاديين، وبالتالي أنا أحسب أن زيارة رئيس الوزراء ميركل إلى منطقة الخليج هي تأتي في هذا السياق، في سياق البحث عن شركاء اقتصاديين استراتيجيين في المنطقة، ولن تجد أفضل من دولة عملاقة ويعني قوة إقليمية مثل المملكة العربية السعودية. ولكن علينا أن ندرك أن ألمانيا ليست نشطة سياسيا على المستوى العالمي ولا على المستوى الإقليمي. أي نعم ألمانيا هي عملاق اقتصادي، ألمانيا هي قوة ضاربة على مستوى القارة الأوروبية، ولكنها لا تطلع بأدوار مركزية على مستوى العلاقات الدولية، وبالتالي التورط في حل الأزمات الإقليمية. أنا أظن أن ما أطلقته ميركل من تصريحات لا تعد أن تكون تصريحات دبلوماسية، فيعني آية ذلك أن ألمانيا لم تتقدم بمشروع استراتيجي مستقل، وإنما هي تدعم الجهود الموجودة القائمة الآن وبالذات الجهود الأممية، فلم تتقدم برؤية مستقلة ولم تتقدم بمشروع متكامل لحل الأزمة اليمنية. ما تفضل به أحد الضيوف الكرام أن ألمانيا لها موقف مما حدث في اليمن. أنا أظن يعني الموقف الأخلاقي والقانوني لألمانيا ليس موقفا يمكن الاعتداد به. الذي يدعو إلى حل سياسي معنى ذلك أنه يعترف بالوضع القائم. وطبعا ألمانيا في نهاية المطاف هي دولة تتصرف كدولة وليست كجمعية خيرية، ولكن ما ينبغي أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. نقطتين أريد أن أؤكد عليهما: أولا ما أظن أن هناك جديد في الطرح الألماني ولن يفضي إلى تحولات يعني مركزية في الملف اليمني أو في الأزمة اليمنية. واحد. اثنين، الموقف القانوني والأخلاقي لألمانيا إزاء الأزمة اليمنية ليس موقفا يمكن أن يعتد به وأن يحتفى به، فهي لا تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم عصابة مسلحة سطت على السلطة بليل، وإنما قوة سياسية سيطرت على السلطة، وبالتالي ألمانيا شانها شان يعني سائر الدول الأخرى تدعو إلى حل سياسي يخرج اليمن من هذه الأزمة. نعم، وضحت الفكرة دكتور عبد الله. لم يعد لدي متسع من الوقت لأطرح عليك ما كان لدي من أسئلة لك. شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط. إذن عودة أخيرة إليك لواء محمد القبيبان. تحدثت ميركل عن تطابق وجهات النظر بين برلين والرياض إزاء ضرورة الحل السياسي في اليمن، في حين هناك تحضيرات لمعركة الحديدة والمعركة تبدو ماضية، كيف يمكن فهم الأمر؟ هذا يعني لا يجب أن نخلط ما بين الأعمال التي يجب على قوات التحالف أن تنجزها بخصوص يعني إيقاف أو إنهاء الأزمة وطرد الانقلابيين وإعادة الشرعية وإلى آخره الكلام اللي ذكرناه كثيرا. الميناء بحد ذاته هو ليست عملية عسكرية حيكون فيها كسر العظم، زي ما أن نقول إحنا هنا عمليات نهم أو نتكلم على العمليات اللي في الميدان، لكن عمليات ما ميناء الحديدة هذه العمليات يعني قد تكون حساسة أكثر من غيرها. وحضرتك والسادة المشاهدين يعني ما يخفاهم أنه الميناء يعني هو تقريبا المنفذ الوحيد، بالرغم من فخامة الرئيس تكلم على أنه طلب من الأمم المتحدة بتحويل المساعدات ووصول ورسو السفن إلى عدن حتى يعني تسنى لقوات التحالف إنهاء الأزمة والعودة إلى ما كان الوضع عليه. الألمان في أنا وجهة نظري أن الألمان يسعون إلى استقرار المنطقة. الآن خروج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي، هذا سوف يعني يجعل هنالك العبء أكبر على الألمان. أيضا لا ننسى أنه يعني المنطقة يعني كانت أبدا لها علاقات جيدة مع الإنجليز، يعني كدولة عظمى بريطانيا وكدولة صديقة للدول في المنطقة.
هذا يعني قد يساعد الألمان يدعمون التوجه للمنطقة، ولكن لن يؤيدون العمليات العسكرية فيما يخص ميناء الحديدة بالشكل المباشر. هذه دولة يعني ترى أن هنالك الحلول السياسية لا زالت يعني في الأفق، وترى أنه يعني يبدأ من العودة إلى طاولة الحوار. العملية مربوطة مع بعضها، هنالك أمل إن شاء الله بعودة ابن الشيخ لعودة المفاوضات. الكويت فتحت الأبواب. نعم، إذن لو محمد أنت تقول أن لو تم التوافق على حل سياسي سيتم الاستغناء عن بعض المعارك التي يتم التحضير لها. لواء محمد، هو أكيد يعني أنا بس معلش أنا ما ودي أطول عليك، أنا عارف ما عندك وقت، لكن بمجمل الصورة يعني أنا يمكن أختلف مع الأخ اللي من عمان، بمجمل الصورة ألمانيا تريد الاستقرار في المنطقة لأهمية نشاطاتها الاقتصادية في المنطقة، حتى لو كانوا زي ما يزعمون أن هذه جماعة سياسية أو جماعة أرادت الاستيلاء على السلطة بطريقة سياسية. لا، الألمان أنا أعتقد لهم نظرة أوسع من أن يخسروا المنطقة وثرواتها والمنطقة وصداقاتها وعلاقاتها من أجل حفنة من الانقلابيين أو يعني موقف سياسي. الجميع يتمنى الاستقرار ويسعى لذلك. عفوا اللواء محمد قبيبان، انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من الرياض رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب، وكان معي من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني، وكان معي أيضا من الرياض الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على